السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن موضوع تعدد الزوجات بين الواقع والدين. لماذا هذا الموضوع؟ لأننا هذه الأيام المنتظم الدولي يحتفي باليوم العالمي للمرأة، وكما ذكرنا في حلقة الأمس أن كل يوم نحاول في كل حلقة أن نضع موضوعا له ارتباط بعالم النساء ومشاكل المرأة، لكي نبحث عن الحلول المناسبة لضمان حياة أسرية مستقرة. ففي شهر مارس، هو شهر الربيع، وهو أيضا شهر اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفي به المنتظم الدولي في 8 مارس. تعدد الزوجات بين الواقع والدين، نريد أن نفتح النقاش حول هذا الموضوع من حيث الواقع المعيش أولا، ثم من حيث قانون المدونة المغربي، مدونة الأسرة، وأيضا نقارن بين ذلك ومقتضى الشريعة الإسلامية. نريد أن نذكر آراء المؤيدين وآراء المعارضين، ونبحث معا عن الحكم والأسرار والمقاصد السامية للعيش في أسرة متماسكة، وننبه إلى الأضرار التي قد تصيب الأسرة التي هي اللبنة الأساسية من المجتمع. مسألة تعدد الزوجات جاء ذكرها في القرآن العظيم، وخصوصا في سورة النساء. ربنا عز وجل قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذا هو الإطار العام في القرآن العظيم. لكن المعارضون والمعارضات، لأن أغلب المعارضين هم من النساء، خصوصا النساء المناضلات والحقوقيات المكافحات، يقولون: إذا زعم أهل الدين بأن تعدد الزوجات أمر مباح ومنسجم مع الفطرة الإلهية، فلماذا ربنا عز وجل حينما خلق آدم عليه السلام اختار له زوجة واحدة وهي أمنا حواء عليها السلام، ولم يخلق لأبينا آدم تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات هذا يدل على أن المسألة ليست اضطرارية ولا هي من الفطرة الإلهية. فربنا لما تكلم عن النموذج الأول للأسرة البشرية آدم وحواء جعلهم ذكر وأنثى فقط، كما قال تعالى في مطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالإنسان خلق من نفس واحدة، وخلق له الله تعالى منه زوجة واحدة، وأراد أن يكثر النسل رجالا كثيرا ونساء. فهذا هو أول اعتراض، أبونا آدم لم يكن له عنده تعدد الزوجات. ثم مسألة أساسية يدعو إليها الدين الإسلامي، وهي النهي عن الظلم. ولما يتزوج الإنسان بزوجة معينة وتعيش معه سنوات طوال، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، تكون هذه المرأة قد أفدت عمرها معه، وربما قدمت له اليد المساعدة في كل مراحل حياته، ثم يأتي بعد ذلك ويتزوج عليها، أليس في ذلك ظلم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.
وفي الحديث القدسي الحق عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فلما يتزوج الرجل بزوجة أخرى ويهمل هذه التي أفنت عمرها معه وساعدته، أليس في ذلك ظلم؟ هذه فقط بعض الاعتراضات التي يقدمها المعارضون لفكرة تعدد الزوجات. وفي الغالب أصابع الاتهام تتجه إلى الدين الإسلامي وتتجه إلى القرآن العظيم، لأن فيه آيات وفيه توجيهات تدعو إلى تعدد الزوجات. الإسلام دائما يتهم بأنه أول من شرع التعدد، ولكن الحق أن تعدد الزوجات هذا كان موجودا في تاريخ البشرية كلها، وموجودا في كافة الأديان السماوية وفي كل الشرائع الوضعية السابقة، بل وكان مطلقا بلا عدد. اللي غادي يقرأ التاريخ البشري وغادي يقرأ الحضارات والثقافات والأديان والشرائع السابقة سواء كانت سماوية أو وضعية، غادي يلقى بأن تعدد الزوجات كان كثير في الأزمنة الماضية وكان مطلقا، يعني ممكن 10-20، إلى أن جاء الإسلام ونظمه ووضع له ضوابط أخلاقية وتشريعية. نأخذ مثلا الديانة اليهودية. الديانة اليهودية من يقرأ التوراة ومن يقرأ الكتب المقدسة عند اليهود ما يسمى بالعهد القديم سيرى بأن الديانة اليهودية لم تحرم تعدد الزوجات. يكفي أن نذكر أن سيدنا داود عليه السلام وكذلك ابنه سيدنا سليمان عليه السلام قد تزوج بالمئات من الزوجات، جمع من الزوجات المئات. هذا واضح وبين. سيدنا سليمان كان عنده 1000 امرأة وسيدنا داود كان عنده المئات. وقس على ذلك لأن الشعوب هم على دين ملوكهم، فاليهود القدماء كان عندهم تعدد. ولما ننظر مثلا في المسيحية التي تسمى العهد الجديد، هي أيضا المسيحية لما نقرأ الإنجيل من أوله إلى آخره كل أناجيل لا نصادف فيها تحريم الزوجات، فكان التعدد هو المشهور عند المسيحيين، والكنيسة كانت تعترف بالتعدد إلى حدود مطلع القرن 17. يعني القرن 17 ملي غتقع واحد الثورة دينية فكرية ثقافية في أوروبا ويتكلموا الناس على حقوق الإنسان وحقوق المرأة، الكنيسة غدير مراجعة وغتستقر النظم الكنسية على تحريم التعدد، رغم أن أسفار الإنجيل ما فيهاش أبدا أي نهي عن ذلك، ولكن الرهبان والقائمين على الكنيسة بسبب الاحتجاجات والمطالب النسائية التي تركز على أضرار التعدد حرمت ذلك، وصارت المسيحية الحديثة، حتى المسيحية فيها القديمة والوسيطة والحديثة، المسيحية الحديثة وقفت تنقيح واتفقت على أنه لا يسمح للرجل بأن يتزوج أكثر من امرأة. دابا الآن أوروبا وأمريكا، لأن معظم الأفكار التي نحن نعمل بها تأتينا التأثير الغربي. دائما الاستعمار عنده قدرة كبيرة على أنه يركز أفكاره، والمغلوب مفطور على تقليد غالبه كما قال ابن خلدون في مقدمته في علم الاجتماع. فأوروبا الآن هي عرفت واحد موجات الاحتجاجات والمطالب وانتهت إلى المنع ديال التعدد، والكنيسة داروا النظم الكنسية وقالوا يعني يمنع فقط في الدين المسيحي. بل أكثر من هذا، أن الرهبنة قالت بأن الإنسان الأفضل له أن يتزوج، من أراد النجاة فليسلك طريق الرهبان. لماذا الرهبان لا يتزوجون؟ لأن في الثقافة المسيحية يعتبرون بأن المرأة هي سبب إخراج آدم من الجنة. الفكر المسيحي يعتبر بأن المرأة هي سبب هذا الشر الذي أصاب البشرية، لولا حواء التي أغوت آدم أن يأكل من الشجرة المحرمة وما يسمونها تفاحة لما وقع الذي وقع.
وهنا يأتي الإسلام ليبرئ المرأة. الإسلام يقول هذا خطأ كبير وقعت فيه المسيحية وقبلها اليهودية، يتهمون المرأة هي التي أخرجت آدم من الجنة، والحق أن آدم هو الذي أكل، وأن الخطاب للنهي كان موجه لآدم عليه السلام. نقرأ مثلا في كتاب الله تعالى، غادي نلقاو دائما الخطاب موجه لآدم والنهي موجه لآدم، وحواء هي مجرد تابعة لآدم. ربنا عز وجل يقول مثلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يا آدم، الخطاب لآدم، فأكل منها بجوجهم فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. آدم وحده وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا، قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو إلى آخر الآيات. فالقرآن العظيم يبرئ المرأة أنها هي السبب في إخراج آدم من الجنة، وإنما أبونا آدم وحده يتحمل المسؤولية، لأن النهي والأمر كان موجها إليه أولا، وهي كانت مجرد تابعة له وتابعة معه. إذا أردنا أيها الأحباب الكرام أن نناقش مسألة علمية وعقلانية وحقوقية، قضية التعدد في القرآن العظيم، انطلاقا من قول الله عز وجل في سورة النساء بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من اللي يتكلم للتعدد غادي يقول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ولما نهى عن الجمع بين هاد النساء هذا يدل على أنه يبيح التعدد والجمع على غيرهم. لكن في الفقه الإسلامي غادي يلقوا بأن هاد التعدد هو له أسباب ودواعي. الأصل في الشريعة الإسلامية أن الرجل عنده امرأة واحدة، هذا هو الأصل، كما كان أبونا آدم عليه السلام. ولكن الشريعة الإسلامية لأنها جاءت بمنظومة من الأسباب والدواعي لكي تعالج مشاكل الناس ومشاكل المجتمع، هي وضعت لنا الحلول. فمثلا قد يكون التعدد متنفس لبعض الحالات الاضطرارية الواقعية، فالطبائع البشر تتفاوت وتختلف، فهناك ربما بين الرجل والمرأة اختلافات كثيرة. مثلا تلقوا الناس اللي هما ياكي آمنوا بالتعدد أو اللي هما داروا التعدد، شنو هو السبب؟ كيقدر يكون السبب أن بعض الرجال يكونوا قوي الغريزة، كاين بعض الرجال كيكون تائر الشهوة، عنده شهوة قوية وغريزة مفرطة، وربي عز وجل أعطاه واحد المرأة اللي رغبتها في العلاقة المعاشرة على قد الحال. هنا كاين عدم توازن، عندنا رجل عنده غريزة قوية ثائرة، وعندنا امرأة ليست معه في نفس الدرجة من الرغبة في المعاشرة. هذا الرجل دابا الآن ماذا يفعل؟ هل يذهب لكي يقع في الخطيئة، يذهب إلى الشارع، أم أنه يتزوج زوجة صالحة وتضمن له التوازن؟ كذلك تلقوا بعض النساء عندهم الفترة ديال المرض ديال الحيض، المرض الشهري، هذا فترة عند النساء، شيء كتبه الله على بنات حواء. كاين اللي عندها المرض الشهري يطول، هو الأصل كيكون 3 أيام حتى 7 أيام، لكن بعض النساء عندهم 10 أيام، عندهم 15 يوم، كاين اللي عند الاستحاضة على طول كتبقى الشهر بكامله. فهذا يتأدى منه الرجل، فماذا يفعل هذا الرجل؟ إما أن يتزوج بامرأة ثانية، أو أنه ربما يطلق هذه الأولى لأنها مريضة مرض لا يرجى برؤه، أو أنه يذهب لأن يعقد علاقات غير شرعية بالشارع،
ماذا عليه أن يفعل؟ هنا الشرع الإسلامي قال بأنه هنا يبيح لهذا النوع من الرجال أنه يعدد. أكثر من هذا، قد يتزوج الإنسان وبعد مدة يكتشف بأن المرأة بأمر الله ربنا لم يرزقها القدرة على الإنجاب، قد تكون المرأة عقيم لا تلد، وهو يتوق إلى الأولاد. إنسان عنده ذو مالين وعنده صحة وعافية وبغير الأولاد فطرة، ولكن المرأة بأمر الله تعالى ربي سبحانه وتعالى جعل الرحم ديالها عقيم، إما عند مرض نفسي ولا مرض روحي ولا مرض عضوي ولا الأمر لله. فماذا يفعل الرجل؟ هل يطلق هذه المرأة الأولى أم أنه من الأفضل أن تبقى في عصمته ويأتي بمرأة ثانية يتزوجها لكي يخلف منها الأولاد؟ كذلك كنلقاو بعض النساء، احنا عارفين جميعا بان المراه تتعرض لبعض الامراض المنفره بعض المرات، كيكون عندها الرحم ديالها وعندها دم الحيض وعندها واحد مجموعه اشياء، بعض النساء كيتصابوا عند الفيبروم عندها كذا عندها كذا، وهذا المرض ربما قد يصعب على الرجل انه معه يحقق المقصود من الزواج والمعاشره. فماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يفضحها؟ يقول العائلة ديالها بنتكم مريضة، بنتكم عندها العيب، أم ماذا يفعل؟ هل يطلقوها؟ هل يذهب إلى الشارع؟ ماذا يفعل؟ الأفضل أنه تبقى في ذمته في حفظ الله مستورة، ثم بعد ذلك يأتي بامرأة ثانية ربما ليكمل المقصود من الزواج. أيضا لا يخفى عليكم أيها الأحباب الكرام أن الرجال يكونون عرضة للحوادث في حياتهم، لأن في غالب الرجال كيعملوا المهن الشاقة، فكيعملوا مثلا في الأماكن اللي فيها الخطر، ربما بعض الشركات وبعض القطاعات ديال البناء وديال التعمير وديال الحفر معرض فيها الإنسان للخطر ومعرض فيها للمشقة الزائدة، وقد يتعرض لحادثة ويموت. ياما هناك رجال يموتون وكتكون شركة تأمين، وهنا ملي كيموتوا الرجال اش كيوقع؟ كيوقع بأن عدد النساء كيبقى كثير. كنلاحظوا بان ربي خلق توازن لما خلق الرجال والنساء دار تقريبا 50% 50%، لكن الواقع كيخلي احداث معينه هذا التوازن ما كيبقاش. اما الرجال كيخدموا اعمال شاقه مهن شاقه يكونون عرضه للحوادث تؤدي بحياتهم، واما كما لا يخفى على علمكم أكيد كل الحروب الفتاكة، رأى تاريخ البشرية كله عامر بالحروب، ولعل الكل الآن يتابع الحرب المعاصرة بين روسيا وبين أوكرانيا، يعني شحال ديال الناس اللي ماتوا فيها؟ رجال، أغلبهم رجال، 90% رجال، لأن هذه الحرب يشارك فيها الجنود معظمهم رجال. والحروب الفتاكة عبر التاريخ غير الحربين العالميتين المدمرتين اللي كانت مؤخرا في القرن الماضي حصلت الملايين بل عشرات الملايين الرجال، وهكذا تاريخ البشرية كله. لما تكون الحروب الفتاكة في غالب بقاع الأرض ليس لها حطب إلا الرجال، وهنا ينظر في الميزان، يعني كل ألف رجل ذهب راه كتبقى ألف امرأة بلا زوج. ونجت الشريعة الإسلامية باش تضمن توازن، وربنا عز وجل دار تعدد. وباختصار أيها الأحباب الكرام، نظرة الشريعة الإسلامية إلى التعدد هو ليس تشريع باش الرجل يتمتع ويتبرع ويعيش حياة النعيم، وإنما وضعته الشريعة الإسلامية لكونه حل سريع وعلاج شافي لحالات اضطرارية ملحة، وإلا فإن الأصل هو زوجة الواحدة، هذا هو الأصل. ولما تكون هناك أسباب ودواعين، هنا الشريعة الإسلامية سوف تشترط شروطا لا بد من توفرها، والشروط هي كثيرة، لكن هناك شرطان أساسيان. هذه فكرة كنتمنى الناس يركزوا عليها، اللي بغى يدير التعدد خصو لابد تكون عنده جوج شروط أساسية. أولا يكون عنده القدرة على توفير العدل بين الزوجات، والأمر الثاني تكون عنده القدرة على الإنفاق عليهم جميعا. فالعلماء والفقهاء لما وضعوا هذا الشرط توفير العدل بين الزوجات خذوه من قول الله تعالى،
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهذه الآية الكريمة أفادت أن العدل شرط لإباحة التعدد. فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين الزوجات كان محظور عليه وممنوع عليه أن يعدد، يعني بارك عليه إلا واحدة، ما دام هو ما عنده القدرة على على العدل، هو ضعيف الشخصية، هو ربما ما عندوش زمام الأمور مسكة بقوة، هذا يمنع عليه التعدد. والمقصود بالعدل هو أنه يسوي بين زوجاته في النفقة وفي الكسوة وفي المبيت وفي الأمور الأخرى المادية اللي في مقدور واستطاعته، يعني في المسائل المادية. أما العدل في المسائل النفسية يعني في المحبة والمودة هذا لا يستطيع الإنسان، قد يميل إلى هذه أكثر من الأخرى، قد يشعر بمشاعر الرحمة والمودة لهذه أكثر من الثانية، هذه ربنا لا يحاسب على الأمور النفسية، لأن الله تعالى قال لنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولو حرصتم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الزوجات دياله يقول يا ربي هذا فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك، في المسائل المادية، في المبيت، في النفقة، في السكنة، في العلاقات الاجتماعية، يقول هذا فيما أملك، أنا كندير العدل، ولكن لا تحاسبني يا ربي فيما لا أملك، يعني المجال الميول النفسية. فالشرط الأول اللي بغي يدير تعدد خص يكون عنده القدرة على أنه ضامن أنه يعدل بالنساء. الشرط الثاني الأساسي هو تكون عنده القدرة المادية على الإنفاق، فالذي ما يقدرش ينفق على بيت واحد معدبه، ما قادرش، ديما كيتشكى دائما، لا يستطيع تحمل تكاليف ومؤونة العيش، ثم بغي يتزوج مرة ثانية هذا لا يسمح له، لقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالله تعالى أمر من لا يستطيع ولا يقدر على الزواج ولا يجد المال الكافي، بماذا أمره الله تعالى؟ أمره بأن يستعفف، أن يستعفف يعني أنه يعمر وقته بذكر الله، يعول وقته بأعمال صالحة، وليستعفف بلا ما يدير المرأة الثانية غيظلم هو الأولى وما قدرش ينفق عليها، فكيف أنه يورط نفسه في مرأة ثانية وبيت ثاني ونفقة ثانية. لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاعت منكم البات بتزوج، الباء يعني القدرة على النفقة وعلى الاستجابة للمطالب. فهذه أهم شرطين أساسيين رأى اليوم القضاة في المحاكم المغربية تستحضروها بقوة. وبالمقابل فإذا كان الإنسان عنده القدرة على الإنفاق النفقة وعنده القدرة على العدل وكان عنده دواعي وأسباب، كان هناك كما ذكرنا سابقا، هنا إذا تزوج غادي يكون مرة ثانية خصو يراعي تحقيق المصالح. شنو هي المصالح اللي دعا إليها الشارع الحكيم في الدين الإسلامي؟ أولا أن ملي غيتزوج هذا الرجل مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة سوف يقوم بالإنفاق على هؤلاء النساء المحتاجات. حتى بعض العلماء قال لك أول آية يقول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا، بس تكلمنا أول آية المقطع الأول سورة النساء، ربنا عز وجل ماذا قال؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. بعض العلماء قال لك تزوج مع المرأة ماشي أي مرأة جميلة حسناء، لا تكون مرأة عندها يتامى، مرأة مات لها الرجل وصارت وحيدة وبقاية شابة وعندها يتامى، كتزوج باش تكفل اليتامى. ففي الغالب هذه الفكرة هذه راه عدد كبير ديال العلماء وديال المحدثين وديال الصالحين نهار كيبغي يدير التعدد كيقلب على المرأة اللي مات لها الرجل وخلى لها يتامى باش يقدر ينفق عليهم ويعطيهم الحنان ويملأ لهم الفراغ، فقالوا هذه مصلحة مهمة. فالإنسان لما كتكون مرأة كذا كتكون مرأة فقيرة، مرأة لم تتزوج، ربما كنقولوا بالدارجة يعني تجاوزها القطار،
مازال القطار مازال هناك محطات الى الامام، ممكن يكون عندها نصيب مع رجل اخر، هي كتشعر بالسعاده على سول هذه المراه اللي هي فاتها القطار، غنقول القطار راه مازال باقي مازال في الطريق، ويجيك واحد الرجل تكون الزوجه الثانيه وينفق عليك وترزقين من باولاد تقر بعينك، غتفرح غتعتبر بان هذه نعمه ومصلحه كبيره. كذلك لما يكون تعدد ديال الزواجات راه هذا يؤدي الى تكثير النسل، وتكثير النسل في تقوية الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود كانت الصفات اللي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة، شناهي؟ تكون المرأة ودود، أجمل صفة في المرأة بعد الدين والخلق تكون ودود، فيها المودة فيها الرحمة، وثانيا تكون ولود يعني تكون عندها الرغبة في المعاشرة باش تولد. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، لأن وجود النسل وكثرة الأولاد في الأمة الإسلامية هذا أمر مطلوب. احنا الآن يا الله 400 مليون في العالم العربي، وفي العالم الإسلامي احنا الآن تقريبا مليار و300 مليون من أصل 7 المليار، احنا ما زال ناقصين. فعدد السكان إذا كان يتزايد سوف يؤدي إلى تقوية الأمة، وغادي يزيد في الايادي العامله، ولازد في الايادي العامله سوف يؤدي الى ارتفاع الاقتصاد، الاقتصاد ديالنا غيرتفع. لكن البعض ربما قد يعترض، دائما اي فكره هناك فيها اعتراض، المعترضون يقول لك تكثير النسل هذا خطر على البشريه وهذا خطر على موارد الارض. الا ترون بان الان راك الناس مضاربه مع الزمان؟ الان هناك دعوات حكومه دوليه كبيره كتقول بان كاين خطر ديال تكثير البشر، فيدعون الى الحد من النسل والحد من الانجاب، لان الموارد ديال الارض لا تكفي البشر الحاليين، كيفاش غنزيدوا بشر اخرين؟ الجواب بان الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزق العباد. الله تعالى جعل الارض فيها الخير الكثير، وخيجوا الأضعاف ديال هاد البشر اللي كاين اليوم، الله تعالى قادر ينفق على الجميع ويرزق الجميع. أما ما نراه الآن من غلاء الأسعار ومن قلة الموارد ديال الأرض، هذا ليس سببه تعدد الزوجات أو كثرة النسل، هذا سببه هو الظلم اللي كيوقع في بعض البلدان. كتلقى إما بعض الحكومات عندها سوء التدبير، أو عندها ظلم، أو عندها تمييز، وهناك يوقع المشكل ماشي في التعدد ديال الزوجات وماشي في كثره النسل، المشكل في التدبير ديال الحكومات لهاد المنظومه ديال الارزاق. وناخذوا على سبيل المثال دوله الصين، الصين الان هي اكبر دوله في العالم، فيها تقريبا مليار ونص بوحده، فاش مليار ونص الصين، ومع ذلك هي من اقوى دول العالم، والناس في الصين كلهم واكلين شاربين الى تقريبا واحد 50 عام، هذه 50 سنه الصين ما كيلقاو ما ياكلوا، الصين كانوا كيعانوا من المجاعه المفرطه ومن التخلف المفرط ومن الفقر المدقع، ولكن بعد 50 سنه انظروا الان الى اين وصل التنين الصيني. والسبب هو الشعب داروا يدوا مع الحكومه وداروا واحد الاراده قويه وداروا التحفيز وداروا حسن التدبير وحسن الاستثمار ومنعوا الظلم والفساد والافساد، واستطاعوا انهم يحققوا هذا النمو الاقتصادي المذهل. وصارت الصين الان اقوى دول العالم وفيها اكبر نسبه من النسل البشري. قد يعترض اعتراض اخر، بعض الناس يقول لك اذا سمحنا بالتعدد ديال الزوجات راه غادي يعودوا الضرائر. تصور معي بان البيت فيه الضرائر، وكلمه الضره يعني انك تجيب معها الدار، بيت واحد فيه جوج نساء ضرائر، هذا غينشا عنه منافسات، وغتنشا مع خلافات، وغتنشا معه عداوات. وفعلا اذا درنا الضرائب في بيت واحد، ولكن الناس اللي كيدفعوا هذا الاعتراض كيقول لك راه النزاع في العائله راه قد يقع بوجود زوجه واحده. دابا الان كاين اللي مزوج غير مع مره وحده، وهو وياها في صراع، ودائما في خلافات، ودائما في عداوات، يعني ما كاين كاع الضره. فالقضيه ديال الخلافات والنزاعات هي غير مرتبطه بتعدد الزوجات، هي مرتبطه بالنفوس الضيقه، ومرتبطه بحكم بالتسلط والتحكم في الاخر، لها اسباب اخرى.
كذلك قد يقول آخر اعتراض بعض النساء للحقوقيات، يقولوا إذا كنا نبيح التعدد للرجال فنديروا المساواة، لماذا لا نبيح هذا التعدد للمرأة؟ لماذا المرأة حتى هي دابا الآن مع الوضع الحداثي كيسموه الحداثة وما بعد الحداثة، احنا كنا بحال عندنا المساواة عندنا العدل، ياك نسمحوا للرجل بالتعدد ما كاين باس، نبيح له التعدد، ولكن ينبغي أن نبيح للمرأة أيضا بالتعدد، تهي يكون عندك أكثر من رجل ولها الحق في أن تتزوج بمن تشاء، تهي يكون عندك جوج أو ثلاثة أو أربعة. هل يعقل هذا الأمر؟ هل يعقل؟ المرأة لا يمكنها أبدا أن تتزوج أكثر من امرأة من رجل. أولا هذا سوف يحط من قدرها وكرامتها، لأن المرأة طبيعتها ليست كطبيعة الرجل. المرأة هي كريمة، والمرأة هي شيء رفيع الخلق، وكرامتها واحترامها لا يسمح لها بأن تكون عندها علاقة أكثر من رجل واحد. ثم حتى الرجل لا يسمح لنفسه أن المرأة زوجته تبيت عنه ولد الليلة، وفي اليوم الموالي تبيت عند آخر، وفي اليوم التالي تبيت عند آخر، ثم تأتي له في اليوم الرابع. الرجل لا يقبل هذا الأمر. ثم الأهم وهو أن لو سمحنا بهذا، هذا النسب سيضيع، هذا الولد اللي غيتولد من هذه المرأة لمن غنسبوه؟ شكون هو باه؟ واش باه هو الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ميمكنش، لأن غادي يكون اختلاط في الأنساب. المرأة هي مستودع تكوين النسل، المرأة أعطاها الله الرحم، وهذاك الرحم جعل الله من الأرحام اللي من الرحمن، وربي عز وجل دار ليها الحيض، علاش كينظف الرحم؟ كيتنظف داك الحيض، كينظف الرحم، كينظفو ملي كتمشي عليها الحيضة، كيمشي عليها القدرة على الإنجاب. والمرأة الرحم ديالها لا يتحمل أنه يستوعب مياه عدد من الرجال، ميمكنش. المرأة لدت لها غير مياه رجلين غيوقع لها تعفن، وغادي يوقع لها الأمراض التناسلية، الأمراض التناسلية من السيفيليس والإيدز وغير من الأمراض. ما هو السبب؟ الناس راهم منقيين، اللي كيستعملوا الشراب منقيين طاهرين، ولكن الرحيم ملي كيجتمع فيه اكثر من ماء رجل واحد كيوقع فيه تعفن، وبالتالي كيوقع فيه امراض خطيره جدا. فربنا عز وجل هو الخالق وهو المقدر وهو اللي كيعرف شنو هو ما يصلح لنا وما لا يصلح. فلا ينبغي ابدا ان نسمح للمراه، ولا يعقل من المنطق والعقل والواقع اننا نعطي للمراه نفس الحق في تعدد الزوجات. إلى رجعنا الواقع المغربي، حنا كنلقاو بأن المغرب ديالنا الحمد لله هو يحافظ على الشريعة الإسلامية. فالمغرب الحمد لله مما نمتاز به، عندنا مؤسسة إمارة المؤمنين التي تحفظ علينا ثوابت الدين، والحمد لله المغاربة عندهم تمسك قوي بالقرآن والسنة. المغاربة قل لي غير قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كيقول لك سمعنا وأطعنا. المغاربة ما محتاجينش كثرة الكلام، يعني المغاربة الأحرار اللي فيهم روح الإيمان وروح الدين ما كتتعبش معهم، اللي يسولك على شي سؤال وكتجاوبه غير بقال الله تعالى الآية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الآية، وكتقول لي واحد الفهم منطقي مصلحي مقاصدي، يقول لك سمعنا وأطعنا. فاحنا الحمد لله في مغربنا العزيز ملي درنا المدونة ديال الأسرة، القوانين الجديدة التي سنها المغرب في هذا المجال لم تمنع تعدد الزوجات، رغم أن كان هناك مطالب في 8 مارس في اليوم العالمي للمرأة أن يكون منع تعدد الزوجات، كانت مطالب قوية جدا. لكن من اللي وقع النقاش ما بين الفقهاء وبين علماء القانون والحقوق ورجال القضاء، وكانوا معهم رجال علم الاجتماع وعلم النفس والناس المكلفين بالأسرة، اتفقوا جميعا على أن منع تعدد الزوجات لا ينبغي أن يكون. فالقوانين اللي في المغرب لا تمنع تعدد الزوجات، ولكن تضع شروطا صارمة على من يطلب التعدد، شروط صارمة. هذه الشروط هي تزداد في الصرامة لدرجة أن تقترب أحيانا من المنع، تقترب أحيانا من المنع.
لا بد ان اللي بغى يتزوج يكون عنده مجموعه شروط، انه عنده القدره على النفقه، القدره على العدل، وانه يبين اشناهو السبب والداعي لهذه المراه اللي بغى يجيب عليها الضره، واش عنده شي سبب حقيقي، واش هي مريضه ما كتولدش وكذا. وديك الساعه القضاء كيبقى ينظر في الامور. وهنا المدونه غدير مجموعه من التشريعات كلها لصالح المراه، فاعطوا للمراه الحق في الزواج دون ولي. تم رفع سن الزواج الى 18 سنه، اعطوا المراه الحق في الحضانه للاطفال. حتى الطلاق والزواج كان من قبل كيوقع هكذا، الان صار بيد القاضي، ما بقاش الحق الرجل يتزوج هكذا، خصو اذن قضائي. وحتى لا بغى يطلق لا يكفي ان يقول المراه انت طالق، خصو يجيب اذن قضائي. وهكذا غادي نلقاو بان على الرغم من قله نسبه تعدد الزوجات في المجتمع المغربي بسبب هذه الشروط، فالجمعيات الحقوقيه دائما في 8 مارس في اليوم العالمي للمراه عندها دائما مطالب بالغاء الكلي لتعدد الزوجات وعدم القبول بشروط هذا مسألة التعدد. ولكن الشريعه الاسلاميه هي فوق القانون وفوق الحراك النضالي. الشريعة الإسلامية هي تاج فوق رؤوس كل العباد، لكن بشرط أن الشريعة الإسلامية نفهمها فهما سويا، فهما مبني على العدالة وعلى المساواة وعلى عدم الظلم وعلى عدم الاستغلال، فكتبقى دائما مقبولة عند الجميع. هذا باختصار أيها الأحباب الكرام ما يتعلق بموضوع تعدد الزوجات بين الواقع وما بين الدين وبين المطالب النسائية. لعلكم أنتم أيها الأحباب الكرام عندكم ربما وجهات نظر كل يؤيد تعدد، كل عنده رغبة في التعدد، وكل اللي يعتبر بأنه لا ينبغي، كين يعترض اعتراض شديد. فبغينا نفتحوا الخطوط الهاتفية ونسمعوا الآراء ديالكم، وربما كل اللي عنده كل واحد وكيف دليه الله مولانا عز وجل. وهذه الدنيا ما عندهاش ميزان واحد، عندها ميزانات متعددة، والأمر لله من قبل ومن بعد. نخلي الكلمة لكم أيها الأحباب الكرام ونذكركم بأرقامنا الهاتفية. أرقامنا كالعادة 05 22 88 00 60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.